طلع يا ديلشاه، هي أنا وابنك واقفين هون سوا. أنا هون أمي، أنا هون، أنا قدامك هلأ كاميران تاني. تعرفي؟ امبارح يا أمي، امبارح عرفت شي من شرطي، هو كان ملاحق هذيك القضية وخبرني إنه ما حدا لمسك يا أمي، يعني أنتِ ما عشتي هالوجع اللي عم يحرق لي قلبي ويلي عم يقهرني. عرفت انه بهديك الليلة انت بس تعرضتي لإصابة برصاصة، ديلشا ألف الحمد لله انه ميران اخيرا عارف اني ما غلطت بحقك. بعد كل هالسنين اكتشف انه كان عايش بكذبة كبيرة، وانا اكتشفت اني قتلتك. كان المفروض لما بعتيلي الرسالة اجي لعندك. أنا السبب بموتك لأني ما أجيت. أنا كنت أعتقد أنه ما عاد بعثتي لي رسائل لأنه هيك بدك، بس الحقيقة أني قتلتك لأني تركتك لحالك. أنا السبب بموتك لأني ما أجيت وأنقذتك.